صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة يا حسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعم، آل نعم بالغميم أقاموا، ولكن عفا رب لهم ومقاموا. حبست المطايا أسأل الدار عنهم، ومن أين للربع الدريس كلام؟ رعى الله قلبا لا يزول مروعا، يسيم مع الغادين حيث أساموا. على دمنتي سلمى بمنعرج اللوى، سلام وهل يشفي المحيب سلام. خليلي عجابي ولو عمر ساعة، بحيث غريمي لوعة وغرام. فلم أر مثلي يوم بانوا متيما، ولا كجفوني ما لهن منام، ولا كالليالي لا وفاء بعهدها، كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأصناف العراق صحائف، لها الوفق بدء والنفاق ختام. أن أقبل إلينا أنت مولى وسيد، بلي وأنت لنا دون الأنام إمام.
أن أقبل إلينا، أنت مولى وسيد، لك الدهر عبد والزمان غلام. سألت ربا لدى والدمع ينهمل، عن معشر ها هنا عهدي بهم نزلوا، أين استقلوا عن الأوطان وانتقلوا، بالأمس كانوا معي، اي اقرأ اقرأ انت اقرأها، واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران، يا عاذلي يقطعوا ما عندكم ودعوا، أبكي على من بقلبي حبهم طبعوا، غابوا وعن ناظري طيب الكرى، الماتم كله يصيح منعوا، نذر علي لئن عادوا، وإن رجعوا نذر علي لئن عادوا، لأزرعن طريق الطاف ريحانا، قوى ضغونا من المدينة وسافر حسين، خايف من خلف محمد وام الابني، خلها الطول الله يطول عمرك، انت في المقدمة تصير قارئ ومستمع، بعدين خلي التعب علي، وكل الماتم يصيح حالة محمد يا خلق تشجل عادي، مشقوق جيبه ويلطم الهامة وينادي، يا حسين للسوق الضغن ذايب فادي، كل ما تلوم الناس يصف جراح اليدي، اين الصارخون وحسينا، ومن الوجد نشف الدمع تولونها هضطا، كل ما يسلون جذاب وناته صا، لحد يسليني ترى مني الأخورة، كلكم ما تدرون بمصاب يا مسلمي، حكينا يا محمد شو اللي صاير، قال هل لي يقودون الضغاين هالنشامة، قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة، خايف يرد هالضغان بس نسوى ويتامى، ريض لخياك بالضغن يا قرة العين، يا حسين سلطان البلد لو عزم شيء تطلع الناس الشيعة وتسرج على الخير، وانت يا سلطان المدينة طالع بلي، يا حسين وياكم اخذون يا ضوى العين. قصيدة لشاعر آخر، ولا قال لا أنا من وطن جدي طارديني، قاصد لراضي الغاضرية يذبحوني،
يعزلون راسي عن الجثة ويتركوني مرمي ثلاث أيام في حر الوطي. آه آه وحسينا قال له عجل خذني عجل وياك من ضمن الضعينة بروح وادي كربلاء وقفت المدي. تعرف محمد لو شهار سيف بيمين والله لخليها زلازل مستوي. قال لي ودمع العين فوق الخد منثور منت يا اخويا من ذبايح يوم عاشور ومالك ويانا يا محمد قبور محفور انت تظل برض المدينة يا شفيع. اقرب بعد بيت منها اذا تتجاوب اكملها اذا لا ادخل في كلام اخر. قال لعجل عطني عن الوقع علامات ان كان الامر محتوم يا سيد السادات. قال له بترتج الأراضي والسماوات وهذه علامة وقعتي في الغاضري. قبل لا أقرأ البيت المؤلم أين الصارخون حسين ولا ولا. قال له وان كان عاينت الفضاء من خطف لونه يعني اخوك حسين مرمي ويذبحون. وان كان غاب النور عندك في المدينه قول الشمر يا اخوي متربق علي. اين المتفجعون حسين؟ زين هذا اخوه شحال بنته تصيح من سافر وما شوف منهم خبر جاني شيخ العشيرة حسين ضيعني ونساني وانا مريضة والمرض غير الواني وما اقدر اعاين دورهم ظلمة وخلي. وان كان عندك خبر عنهم خيم وين بالله تخبرني وظنك ناقي البين. قال يا فاطم جدد الماتم على حسين واحزني حتى البرا يحكوا يانا على حسين واحزني. اقعد اقعد على حسين. بتكون هلي هلي طيبين والشر ما نبتكم مراسيلي وعتاب يا ابوي ما نبتكم بويا تخلوني وحيده ما نبتكم يا ابو فاضل يا عم الحق علي يا ابو فاضل يا عم الحق على وياي وياي. وحسينا منا هنا يلي تريد
السلف لو زغلان منا يبا يا يبا خذني خادمة وحط علي اخذني خادمة وحط علي منا وقبكم يخش المنزل علي آه آه وحسين في ناس ما يحشروا يا أنا آخر بيت أقرأ لسلامتكم بنية أرجع إلى الدار إذا بلغنا الأرعاق وننا المراد أرسل إليك يا أخاك يا علي أو عمك يا أبا الفاض تقول لأبويا بخدمتك أنا ما أعصي لك أمر لكن أنا أقول ما يصير تأخذني خادمة إليك بالطريق ما تريد لك خدامة يبخذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو تشل تشل الليل يا أبوي على فراقكم ما شفت راحة وأنا راحتي بس بالنياحة لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال مولانا رسول الله أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا رسول الله العظيم صلى الله عليه وآله وسلم أهم عمل أنجزه هو أن سلم من القتل في مكة وخرج توجه إلى يثرب طبعاً في ذيك الليلة لما اجتمعوا وهذا الكلام مش غايب عليكم لكن أريد البراءم الأطفال وأخواني الشباب بل يحفظون هذا التاريخ حتى يمتازون لما يسمعون هذا الكلام عن الإمام علي وأولاده عليهم السلام اجتمعت القبائل على أنها تقتل رسول الله وتوزع دمه بيناتها حتى قريش ما بيها تطالب كل القبائل العربية وبهذا يكونون خلصوا من رسول الله لكن امداد السماء جاب له الخبر أنه لا تبقى اطلع البارحة قلت لكم الرسول معصوم حكيم يضع الشيء في محله أنا وأنت أي واحد اللي نخليه يقوم مقامنا يمكن نفشل ولكن النبي يعرف يخلي من فهل هذه القضية سهلة لما ما يطلع أمرك يطلع رسول الله ويجيب على ابن أبي طالب إبات في فراشة سهلة؟ لا وتتصور
لما بات علي في فراش رسول الله كان يدري أنه يسلم من القتل؟ إذا يدري أنه ما ينقتل إذن ما له فضل. إذا يدري ما ينقتل هو جاي يموت، مثل إبراهيم لما جاب ابنه يذبحه كان يدري الله راح ينزل عليه كبش ويفدي عن ابنه؟ لا، كان جاي يذبح ابنه. كذلك الإمام علي جاي مستميت يفدي نفسه لدين الإسلام لرسول الله، وطلع النبي وقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. المهم وطلع من مكة، راح إلى يثرب. يثرب أول من استوطنها وسكنها اليهود المؤمنين. ليش؟ لأنه سمعوا من أنبيائهم أنه راح يجي نبي آخر الزمان، وذولا جايين لنصرته، جايين ينصرون هذا النبي. اللي سكنها رجل اسمه يثرب، وعرف ذلك المكان باسمه يثرب، وسكنتها القبائل العربية أيضا، الأوس والخزرج. لما جاء إليها رسول الله، هي كانت عبارة عن نفايات، حروب، دماء، أفكار باطلة، بل تفرقة، تبعيض. وأكو باب كانوا يتفائلون من عند اللي طب له اسمه ثنيات الوداع، هذا يقولون اللي طب من عنده إما يتمرض أو يموت. لكن مثل ما إجا وغير الاسم إلى مدينة النبي أصبحت مدينة مضرب للمثل، حتى كانت تمر القوافل ويقول: أهذه يثرب؟ حولها إلى مدينة فاضلة. طب من باب ثنيات الوداع، وطبت عليهم كل الرحمة والخير والبركة، والوادم استقبلت كل واحد يقول ينزل عندي في بيتي رسول الله. في أي بيت ينزل النبي الآخر يزعل، قالهم خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة، وجابت الناقة إلى دار أفقر رجال المدينة أبو أيوب الأنصاري. لما طب النبي أول معجزة صدرت منه أم أبو أيوب الأنصاري عمية، بس دخل النبي الله رد عليها بصرها ببركة رسول الله. والوادم وقفت يردون يحيون النبي، النبي مو قالهم افشوا السلام؟ شنو السلام؟ قالهم تحية الإسلام، قولوا سلام عليكم حتى الآخر يأمن بيك، يدري بيك أنت مسلم. إذا قلت له سلام يعني هذا يقدر يأمن عندك دينه وعرضه وأمواله وأسراره، ما كنت خونه، هاي معنى السلام. والوادم بدأت تسلم على رسول الله. من ضمن ما سلم إجا ولد لزم إيد النبي، النبي شاف إيده خشنة، قال له: ما اسمك؟ قال له: خادمك سعد. قال له: سعد، ليش إيدك خشنة؟ استحى، إنه فلاحه كان يشوفها عيب، فهبط رأسه قال له: مولاي أنا فلاح. النبي قال له: سعد، تسمح لي أقبل إيدك؟ مولاي أنا جاي أقبل إيدك، شلون تبوس إيدي أنت؟
قال له كيف لا أقبل يدا يحبها الله، يد العامل. وهكذا النبي أسلوبه تربوي يريد يعلم الناس، بل أنه الشغل مو عيب، أنه التواضع رفعة، أن النظافة من الإيمان. فبدأ رسول الله بتربية المدينة تربية إسلامية، واستوطن هناك. هناك من الله على رسول الله بالذرية. الذرية كل إنسان ذريته من ولده، يتفرد رسول الله ذريته من ولد علي وفاطمة. لذا تشوفون أربع سور بدءا بإنا، وهاي لعظمة الأمر. وحدة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الثانية إنا أرسلنا نوحا، لأن نوح هو أبو البشر الثاني والانقلاب المعروف ماله. الثالث دستور السماء لما نزل الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولما الله راد يكرم النبي قال إنا أعطيناك الكوثر. فبدأت ذرية رسول الله من علي وفاطمة، وهناك تربى الحسن والحسين برعاية رسول الله وفي بلد الواحي. زين هناك بدأ ونشأ وترعرع، وأنفاس النبي وأنفاس أمه وأبوه، وهذا العظيم يحارب قهرا كل يطلع من مسقط رأسه. شلون صعبة هذه؟ شلون صعوبة؟ ما يمكن أن يبقى في المدينة. مشردون نفوا عن قعر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. جاء خبر موت معاوية إلى المدينة، والإمام علم بذلك، فقد كتب معاوية إلى ولده يزيد: أما بعد فإني قد وطأت لك البلاد وذللت لك رقاب العباد، ولا أخاف عليك إلا من ثلاث: من عبد الله بن الزبير، ومن عبد الله بن عمر، ومن الحسين بن علي عليهما السلام. الراوي هكذا يقول كتب رسالة صغيرة وعلقها بهالوصية، يقول كأنها أذن فأرة، هاي سرية، كتب فيها: وإذا ظفرت بالحسين فاحفظ قرابته من رسول الله. لأنه الناس تشوف الدين في الحسين، وانت تريد تحكم الناس باسم الدين، فما يصير دين وتقتل الدين. لكن هو بعدين علنها، علناً لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فابتليت الأمة براع كيزيد. يصير الإمام يسكت، هو الدين، هو المشرع، هو وصي رسول رب العالمين، هذا اللي عللت متجاهر بالفسق والفجور، ما يمكن أن يكون خليفة وقائد على المسلمين. لهذا شاف الإمام الدين أسمى منه، لأنه هو خادم الدين، لذا قال حتى لو دماء تروح بس كون أوقف قدام هذا المد الباطل. أو إجت الرسالة، من الشام إلى المدينة، الوالي في المدينة اسمه الوليد أموي، كاتب ليزيد: أخذ البيعة من عموم الناس،
ومن هؤلاء الثلاثة خاصة. الوليد أدرى بالمدينة، لذا بالليل دز على الحسين بن علي عليه السلام، وهذا ما متعارف. دائرة إدارة الوالي يدز على شخص في الليل، المفروض الصبح يدز عليه. الإمام من شاف الرسول الوالي قال له ارجع أنا أجي خلفك. الإمام عرف الأمور، دز على عمومته وأخوته وولده بني هاشم، دول الأبطال، دول الذي ما تغمض عيونهم على ذل وعلى ضيم. شفتوا قابلوا الدنيا كلها، الدنيا كلها قابلتهم، شفتوهم وقفوا الحسين وأهل بيته صبرا، لكن ما غمضوا على ذل أبدا. وقد قال رسول الله لو أن أبا طالب ولد الناس جميعا لصاروا شجعانا. قال لهم يلا، الوليد أرسل خلفي. وقفهم يم الباب ودخل الإمام على الوليد. انطى صدر المجلس وبعد كلام قصير قال لي يا ابن رسول الله دريت أنا ليش دزيت عليك؟ قال لي أسمعك. قال لي لقد مات معاوية. الإمام قال لي كلنا نموت ولا يبقى سوى الله. قال له وآل الأمر إلى يزيد. الله يرحم سيد جعفر الحلي. لم أدري أين رجال المسلمين مضت، وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خساسة طبع يعصر الودك. الأمة المنصفة الإسلامية لا تمجد يزيد، يعرفونه. تجمع الأمة الإسلامية فضلا عن قتله للحسين، فقد استباح المدينة وهدم الكعبة ورماها بالمنجنيق، يعني حارب التوحيد والنبوة والإمامة. الإمام قال له والمريود مني؟ قال له بيعة. قال له إذا أبايع يمك الآن باكر يم الناس علنا، ما تريد من عندي بيعة؟ والناس إذا ما يشوفوني أبايع ما يبايعون. قال له أحسنت يا ابن رسول الله، سر إلى دارك وباكر إن شاء الله اتم البيعة. راد يطلع، قاعد يم الوليد مروان بن الحكم. قال للوليد وين تخلي يروح؟ لو تحبسه، لو تاخذ من عنده البيعة الآن، لو تضرب عنقه. الله، أبو عبد الله هو الدين هذا يتحكم فيه؟ الإمام التفت له قال له يا ابن الزرقاء، أو مثلك يأمر بقتلي؟ الحج مش وياك النوم ويا الأكبر منك. يا وليد إن أهل بيت بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. حتى تعرفون أن لكل زمان يزيد وحسين، فالحسين ما قال أنا ما بايع يزيد، الفكرة باقية، فكرة الحسين وفكرة يزيد. هذان خصمان اقتصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. فكرة يزيد فكرة مولانا اللي وقفوا ضد أهل بدر من آباء وأجداده وعمومته وخواله، شيبة وعتبة والوليد وعكرمة وحنظلة ذولا، والحسين بجبهة أبيه علي وحمزة وعبيدة. هذان خصمان. القرآن جاي يشير إلى يومنا هذا ويقصد ويعني لما يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم.
يقول لما على صوت الحسين ابن قال باب خيبر ابو الفضل العباس كسر باب الولايه ودخلوا بني هاشم على الامام الحسين شاهرين السيوف الامام تلقاهم قال اغمدوا سيوفكم ان لها يوم غير هذا واحتضنوا الإمام الحسين ورجع وأولاد هاشم حافينا الكل منهم شعرهم ناشرين يا أبو فاضل والأكبر عن يمين هو حسين ملك حسين أقروا عطاءه أقروا عن كرمه اسمح لي أقول لك مفردة حتى إن شاء الله على أثرها اللي تأخذ العطاء من إيد الحسين عليه السلام كنا على بابك مولاي يجي واحد يدق الباب على الإمام سيدي أريد 1000 دينار الإمام قال للخادم أعطيه 1000 دينار شال 1000 دينار الخادم وأعطاهن للسائل وهذا السائل ظل يحسبهن يم الخادم 1 2 3 غاضة قال ولك تحسب الفلوس يمي تقول تطلبني شنو انت مدايني انطيتك 1000 طلع انك صاد دينار دينارين طالبني قال له بلا وطالبك انا بايع عليك ماي وجهي انا عرفت وين ابيع ماي وجهي الامام سمع قال له احسنت هذا اللي يريد لنا العزة والكرامة ما يقبل الذلة لأي واحد وشعاره هيهات من الذلة قال لأعطيه بعد 1000 هلا بيك مولاي المن سيدي قال للألف الأولية اشترينا بها ماي وجهك الألف الثانية كيف اجيت على بابنا والألف الثالثة تكريما الهاي حشايتك الحلوة عجبتني حشايتك بس انت مو تقطع بينا ظل كل سنة تعال على بابنا الإمام أغناه وبالفعل ظل كل سنة يجي على باب بيت الإمام لكن ذيك السنة من إجا لقى باب بيت الإمام مغلق أي ومن دق الباب صاحت لمرمان قالها أنا على عادتي جاي لبيتكم صاحت دمع العين همال قطع الرجا منا ولا مال وصفقوا على اليمنى بالشمال شف الذي يعطيكم المال في كربلة قصهن الجمال وويله وصل الإمام إلى داره وقال له يلا أنتوا جهزوا المحامل وأنا أروح عندي أمر آخر وإجا إلى قبر جد رسول الله يلا أيام عزاء هذه بعد أي ضمني عندك يا جد ضمني عندك يا جد في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستري ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكة جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شي وشاب الهم راسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ درعين من صبر وحزم سابغ
ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء، وستبقى في ثراها عاريا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. آه يا جدي بوسط لحدك ضمني وياك، تراني الضيم شفت عقب عيناك، يقل يا عزيزي وعدك هناك تروح وتنذبح بالغاضريه، ودع قبر جد اقبل الى قبر امه، قعد يم قبرها يمه يا يمه يا والد يا والد، الكلش محنه بقينا بحزن وهموم كنا يا يمه. ودع امه بالله صور البقيع الان شلون ظلمه، يلا اخذكم للبقيع بس شرط تقرا وياي، تخسر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله، هذا يا اخويا اللي علينا قدر الله سمك وشتلي من قبل تكوين الوجو، انت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت قصتها وظل اللي علي، وقصدي يا اخويا بهالسفر للغاضرية، وعندي خبر من هالسفر للوطن معه، خويا يا ابو محمد علي رحب الفضا ضاق وقلبي تراه ذاب من لوعات الفراق، برض المدينة قبرك وقبري بالعراق، رد المنازل والدمع يجري بالخدود. يلا هيئوا المحامل، شدوا المحامل ليل، وكل واحد طلع أمه وطلع حرة يتكفل بيها. دخل بو فاضل على زين ودمعاته تسيل، صاح قوم يا الوديع حسين عزم على الرحي، قالت لي اخويا حسين اريد بهالسفر والي، يبختنا على هالمسرى وطول الدرب يبرالي، بالعراق الفراق يصير يا ابن امي تراوالي، ابي حارس وسعراية يروح ويرد وياي، اعلى راسي ينشر الراية، وانت الشرف يا ابن امي بخدر اختك يوصونك. سمعها وقال يا زينب شفيل انشانج تردين، يا زينب هذا ابو فاضل عودك عين تعين، وهو اللي يتكلف المسرى يا اختي بهايش تقولين، ولن عباس جا مسرع لخته ونور وجهه يشع باسم مطوس ومدرع، هلا بك نادت بالكون هذا انت ليها ابونك. وابو فاضل قال يا زينب انا اتكلف المسرى، اقرا بيت واكمل القصيده يلا وياي، صاح قوم يا الوديعه انا اضمن لك وزود، ما حد بينظر خيالك وابو فاضل بالوجو، أضمن أرجعك المدينة إن كان سلمتها الزنوق، وكان قطعوها لعادي الله من بعدي كفيل. وابو فاضل قال يا زينب وانا اتكلف المسرى، وانا ناقتك حداي وانا الخدر بهدرة، يا مخدرة حامل جار
وحق ظل أمك الزهرة حمانة ويوصوني المن بعد يردوني أنا لجلك لتلف عيوني. وزينب سمعت وصاحت قسا سالم عيونك قسا سالم عيونك وقساك من الخطر تسلم ما غيرك يا ابو فاضل حنينه بالخدر يتم. لكن يا قمر عدنان لا زال القلب يعلم حسب الخطر دلالي احط عيني على يا والي من توصل لواد الطاف ومن اختاك يفردونك. طلعت عباسي حد ما يقرا الماتم الليله طلعت عباسي حدي طلعت والزامل ضج حلاهله كل ساعة باسو نزل محمل الحري صد للحسين نوناشد شنهي نزلتك بالفن قال لا يا خويا نازلتي تدري بختنا ما تحمل الذل والهضم فطنات على العزو العلا. ثلاث مرات نحكيها انا وياك انحاج ابو فاضل ريتاك يا عباس تحضر يوم اطلعت من ويانا ويانا ريتاك ولي يوم ريتاك ريتاك يا عباس اها تصيح خويا يا ابو فاضل يا اخوي انا مشيت درب الما مشيت ايايا او تشتال خير فقيت ومن قلت الوالي نخيته شتم والدي وانكر وصيته مش الضعن ليل ونياق او حدي واذا بصوت طفولي وقف الضعن ارجع عباس شوف منو جاينا راح ورجع قال له سيدي هاي خادمتك امي اجت ورانا قال تستاهل امك وقفوا لها الضعن وقف الضعان بالله صوروها عجوز او اجت اي ام البنين والعصب ايدها تصيح يا ولادي يا الاربعه تسمعوا بحسي انا اريد انكم توصون اخاف الذي كتبه ويقدرون بحسي انا اخوكم نور العيون قال هلا يا والده لابد تسمعين وعن كربلة لازم تخبرين يما أصير عبد مملوك لحسين. مش الضعن مشى وإذا بصوت أم البنين تصيح يا عباس يا حشاي يا قمر هاشم تستمع مني وصاياي يما لما تطب للمشرع لا تشرب الماء وراح الضعان او ظلت الدور خالية وظلت المدينة الثانية يمتى يرجع ابو علي
وذاك اليوم عاد الظعن وصيح لا مقام لكم بها. والوادم قالوا ليش لا مقام؟ قال تعالوا وراي يم قبر النبي أخبركم. ويمشي بالشوارع والسكك ومر على بيت الحسين لقى طفلة قاعدة يم الباب. قالت له ما تقل لي بخبرك؟ قالها تعاي يم قبر النبي. قالت له راعيني أنا مفارقة، منو أنت تقول أنا بنت الرسالة يعرفوني أبوي حسين وأهلي ضيعوني راحوا للغراق وفارقوني. يقلها أبوك مات؟ طفلة تموت خطية. قلها ضعينة أبوك رجعت. أخ أبوي رجع وهي مريضة قامت. أويلي فرشة دار أبوها ودار غمها قمها وقعدت تنتظر جاية زلمها. شافت خيلها لها وزال همها وقدلت مهد أخوها مقلب لحني. إهي بهالحال لن زينب لفتها شبكت عالغليلة وقبلتها. لكن الغليلة معرفتها تقل لها يا حرة انت يمنيا. بجت زينب وصاحت يا عيوني صرت كلكم بعد ما تعرفوني. يلا وصلنا للأبيات الحارة. وأنا أدري ما بجى في كل ما مضى بجي هالبيت. وهناك اجى أخو زينب حب إيدها تقل له خليني أعاتب خويا خليني أسولف لك أكو موقف مأذيني. إجا واحد يا أبو جاسم سطر عيني. ويلاه ويلاه خويا اجا واحد يا ابو جاسم سطر عيني وصارت عين زينب مثل عين امها. اسولف ضيم قلبي إذا أكو سادة بالمجلس أرد أسمع صوتهم يصرخون وحسينا. أسولف ضيم قلبي وأحكي آلامة ومن أحكي تراك تهبط الهامة. أبو جاسم واحد قال أريد سكينة خدامة. أين الصارخونة؟ وينك يا ابو جاسم ما كنت يمها؟ زينب شو تقولي لي يا ابو جاسم؟ تقولي لي محمد شو ما تقولي لي خويا؟ تقول له باسمك راح اقول لك من اليوم وفات اعذرني يا شريده اهلي وخواني. انا عفتها على النهر كلمه الخوه وجيت يا محمد بغد حرمت على لساني. مو مغناها مو قدا يا ابو جاسم لكن مثل عباس وين القى اخو ثاني. وما تعبتوا عندي بعد ابيات واسالكم الدعاء. دخلت زينب إلى دار الحسين قالت فضة أريد أبكي لوحدي مو تخلين أحد يطب علي. بين ما فضة لازم الباب وجت مرة دقت الباب صاحت فضة أرجع لأن زينب ما ترضى يطب علي أحد. صاحت قلوا لها مغباس غالباب غالباب اجت تبكي شريكتكم بالمصر. دخلت ام البنين صرخت حسين
صاحت زينب وعباسا استريحي يا أم البنين. قالت لا يا زينب، عندي سؤال واحد، ابني يستاهل أبشي عليه لولا؟ ابني بيض وجهي أقرب بيتي أنا تشيلهن وياي؟ صاحت مثل القمر عباس، ما شفنا بلطفه. ممنون ممنون، أريد حتى البر يتجاوبوا يانا. مثل القمر عباس ما شفنا بلطفه، آلاف تترادف عليه برماح وسيو، كل ما حمل طارت رقاب وطارت جفوق، وما حد وقف له في طفوف الغاب. مثل القمر عباس ما شافت العدوى، كل ما حمل بالمغركة فرت الفرسة، قبل الشريعة وترس جهدة وطلعت شاء، وانذبح ضامي في طفوف الغا. التفتت ام البنين الكربلاء، يما نعم الله عليك ابو فاضل، بيضت وجهي هالنوب عاينه الزينب. قالت زينب النوب يستاهل ابو فاضل، عندي وصيه الك. صاحت من عقب موتي يا حزينه جهزيني، وبرايه العباس ابني جفنيني. ما يصيح الماتم ما يصيح، وبراية العباس ابني شفي، وبتربة حسين الشفي حنطيني، ان كان جبتوها من ارض الغاضر او على حسين واخزن. على حسين وقعدت يم زوجها النوب الأعمى عبد الله بن جعفر، يقلها سولفي وسالت عيونه، يا زينب هالمصاب الموت دونه، تقل بالمجالس دخلونه، ونوب امشي تراني ونوب اعثر. شوف ارد اقرا بيت تنطي حقه، انطوا البيت حقها. قالت يا ابن عمي او علي اعظم مهانه، ضرب راس الحسين بخيزران، سمع عبد الله شسوى دبغ مامته، صاحق للعبيد غلق البيبان ويلك زينب سبوها آل سفيان، يصير احنا نتصدر صدر ديوان، وحرمنا بالمجالس دوم تندار. انا تعبت عندي بعد بيتين واسلكم الدعاء. ماجور وقواك الله. واجت العليلة يم قبر جدتها، القبر اللي ما حد يندله، جدة عظم الله اجرك، رجع الضغن ابنك مقتول وبنتك مسبيه، بالله عليك من تسمع الزهره تصيح ما تصيح وياها؟ بعد كيفك الحكي يمك، واذا سمعت صوت بس يا بنتي لا تذكر بزينب ايش صار، ما اقدر ابكي العليله من المسمار. ماجور ماجور تستاهل ام الحسن، يلا صوت عالي. ها
بس يا بنتي لا تذكر بزينب الصاق، ما اقدر ابكي العليلة من المسمى، ما اقدر اتصور بنتي مسبية بالاخماء تتودى للشامات والكوفة هدية. ما صرخت اين الصارخون؟ هذا البيت اسمحوا لي اهدي للامهات والاخوات، وبارك الله فيكم وفي حضوركم. هذا البيت ريت صرخه وصوت، الزهرة تحكي تقول والله خسافة بنتي بعدي مرمروها، وللطاق يا ابن سوان حسرة يا السروح. شلون احكي البيت ما ادري، اقول البيت احكي ها؟ للطاق يا ابن سوان حسرة يا السروح، وللطاق يا ابن سوان حسرة يا السروح. أرد هيئك حتى ارتاح أحكي لك ها. للطاق يا ابن سوان حسرة يسا، وقبالها أسنان أخوها ولا حسين رحمك الله يا مولى عطيه. خويا العظم والضيم من بعدك علان بالشام يا ابن امي، اشبعت ضيم ومهان، ارفع قصاتك يا الذي تكسر اسنان، عن ثغر خيي ذابت قلوب النساوي. اين الصارخون من هذه الليله الى ليله عاشوراء؟ البره البره حسين حسين حسين، بعدك لا هنا عيشون ولا لذة مشارب، ها نحن بعدك يا غريب الدار أصبحنا غرائب. يا الله ليلة الجمعة فايديكم بالدعاء. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، اطلبوا حوائجكم ودعوا لكما ندعو لكم، اللهم وفقهم لكل خير ترتضيه واستجب دعواتهم. اللهم وأمطر علينا رحمتك وخيرك وبركاتك. إلى من مات على الإيمان، الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات.